نورويتش سيتي تشيلسي وين يفوز بالنتيجه العريضه بسبع اهداف لصفر. شفنا كيفاش كانت المباراه في الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج الجوله التاسعه، وين تشيلسي يفوز بالاداء والنتيجه في المباراه الجوله التاسعه. يعني وين شفنا كيفاش وين اليوم وين نقولوا في الشوط الاول وين ثلاث اهداف، شفنا ماسون الذي سجل الهدف الاول لصالح تشيلسي في الدقيقه الثامنه، كالوم يعني في الدقيقه 18، ريس في الدقيقه 42، ثلاث اهداف كامله في الشوط الاول. شفنا الشوط الثاني اربع اهداف اخرى، يعني وين كانت نقولوا بلي كانت المباراه سيئه، مباراه وين نقولوا بلي نورويج سيتي بعد وين زاد المتاعب تاعهم بعد بين الذي خرج بالبطاقه الحمراء في الدقيقه 65، وين شفنا كيفاش وين زاد من المتاعب، يعني رغم انكم كانوا منهزمين لكن زاد من المتاعب. شفنا كيفاش بنجامين في الدقيقه 57 يعني الهدف الرابع، شفنا ماكس على ارون الهدف ضد مرماه، يعني شفنا ماسون كذلك وين سجل ماكس الذي سجل الهدف ضد مرماه في الدقيقه 62، ماسون اللي سجل الهدف السادس في الدقيقه 85 والوقت البدل ضائع، وين ماسون يعني وين يعني ماسون وين يعود ويسجل الهدف الثاني له والسابع لي شفنا ماسون ويسجل في الدقيقة 85 الهدف السادس، ماسون يعود ويسجل الهدف السابع في الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني. شفنا كيفاش كانت المباراة وين نقولوا بلي كانت سيطرة كبيرة من جانب نقولوا بلي من جانب تشيلسي، رغم أن نورويج سيتي وين حاول خاصة وين تشوف 58% نسبة استحواذ، يعني تشيلسي 42% نورويج سيتي، يعني 311 تمريرة نورويج سيتي، تشيلسي 579 تمريرة. توماس توخيل مدرب تشيلسي اللي دخل بخطة 3-4-2-1، شفنا كيفاش دانيال فاركي الذي دخل المدرب تاع نورويج سيتي دخل بخطة 3-5-2 وين زاد من اللعاب وين زاد من المتاعب، يعني اللعاب بين الذي خرج في الدقيقة 65. شفنا كيفاش نقولوا في التشكيلة وين ادوارد مانديل الحارس تاع تشيلسي لليوم يعني ويلعب مرتاح، شفنا كيفاش نقولوا ريس، شفنا كيفاش انطونيو بنجامين، شفنا تيغو ماتيو، شفنا كاي ماسون جورجينيو كالوما، يعني ريس يعني شفنا كيفاش روبن حكيم زياش اللي دخل بعد الاصابه تاعو وين دخل في الدقيقه 70، شفنا كيفاش نورويج سيتي يعني تيم في الحراسه بن الذي خرج بالبطاقه الحمراء في الدقيقه 65، شفنا جينارد، شفنا ماكس، شفنا ازون، شفنا ازون شفنا كيفاش ماتيس، شفنا كيفاش كيني، شفنا نيمو جورج، يعني وين رغم ان كانت المباراه اليوم وين كانت صعبه على نورويج سيتي وين نقولوا بلي مانشيستر تشيلسي اللي ما عطى ولا فرصه، يعني ما خلى ولا فرصه تشيلسي يعني بهذا الاداء، يعني اداء كبير نقولوا يبقى مع في المقدمه تشيلسي اللي لعب يعني بقوه امام فريق نورويج سيتي اللي يبقى النتائج تاعو متذبذبه، يعني رغم ذلك وين شفنا اهداف، شفنا لعب جميل، شفنا وين كانت الخطط التكتيكيه ما بين المدربين، وين شفنا كيفاش المدرب تاع تشيلسي اللي لعب يعني توخيل اللي لعب خطه ذكيه، عرف كيفاش في الشوط الثاني وين يزيد يقضي على احلام نورويج سيتي في هذه المباراه، يعني وين شفنا تشيلسي وين يفوز يعني بهذه المباراه من الاسبوع التاسع، تشيلسي 7 اهداف نورويج سيتي 0 في الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليج.